متابعي شبكة توب نيوز، تحية طيبة وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج لحظة على الخط. كما عودناكم، لحظة على الخط يتابع واقع الاتصالات وشبكة الإنترنت في المحافظات السورية، واليوم سنحط الرحال في مدينة حماة، مدينة النواعير وريفها. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الأستاذ حيدر الكيلاني، مدير فرع اتصالات حماة، لنطلع سوية على واقع الاتصالات في حماة ونتوقف عند استفساراتكم وتساؤلاتكم لنناقشها معه. أستاذ حيدر الكيلاني، مرحبا بك. يا أهلا وسهلا بكم. أهلا بحضرتك أستاذ حيدر. يعني نبدأ معك بسؤالنا التقليدي الذي يتم طرحه على جميع ضيوف البرنامج، حبذا لو تعطينا فكرة عن فرع اتصالات حماة من حيث عدد المشتركين، عدد المراكز الهاتفية، يعني كم مشترك وكم مركز هاتفي ونقطة بيع يقومون بخدمة هؤلاء المشتركين. طبعا محافظة حماة يعني معروف تقع في وسط سوريا، وهي مترامية الأطراف وتتنوع فيها البيئة، يعني الطبيعة الجغرافية. عدد المراكز الإجمالي في محافظة حماة 74 مركز. السعة الإجمالية لهذه المراكز، يعني سعات الإجمالية لمقاسمة 425,000 رقم هاتفي. حاليا المراكز اللي بالخدمة هي 57 مركز، كان بحدود 17 مركز هاتفي خارج الخدمة. عدد المشتركين حاليا 375,000 مشترك و 468 مشترك. هذا بالنسبة للمقاسم السعات، المقاسم الهاتفية والمشتركين. أيضا بالنسبة لنقاط البيع، طبعا كل مركز هاتفي هو عبارة عن وحدة متكاملة، يعني بيقدم خدمات التركيب والتسديد. يعني نقاط البيع منتشرة في كافة المراكز تقريبا، يعني عدا مركز أو مركزين. أستاذ حيدر، يعني الأزمة السورية أرخت بظلالها على كثير من الأمور، يعني أصبحت اليوم حماة تضم آلاف الأسر التي جاءت من المنطقة الشمالية والشرقية واختارت مدينة حماة مكان لسكنها. بالتالي السؤال الذي يطرح نفسه، ما هي خطط فرع اتصالات حماة لتلبية احتياجات الناس على الهاتف الثابت والإنترنت؟ طبيعي هلأ نحن بالنسبة لنا خططنا السنة مقرر أنه نركب بحدود 15,500 رقم، نفذنا نحن منا بحدود 10,000 رقم، يعني بنسبة تقريبا نقول شيء 65%. متوقعين أنه ننفذ بحدود يعني 85-90% من هذه الخطة. أيضا يعني هذا بالنسبة لخطة التركيبات. يعني بالنسبة للإنترنت وخدمة الـ ADSL، المقرر أن يركب في هذه المحافظة لهذا العام كسعة إجمالية بحدود 56,000 بوابة، 56 يعني بحدود 57,000 بوابة. حاليا نفذ أول عقد بحدود 26,000، وحاليا يجري الإعداد. طبعا هذا مع شركة ZTE الصينية، وحاليا في عقد أيضا ورد، وتتم حاليا أعمال التجهيز لتركيب هذه البوابات بحدود أعتقد 30,000 بوابة. نعم، يعني أستاذ حيدر، يعني هناك تناسب من حيث يعني كمية الطلب لنقل، يعني مع الخدمات المقدمة من فرع اتصالات حماة. طبعا هلا نتيجة أو في عبء إضافي يعني هلا في هذه الفترة. طبيعي هلا نتيجة تغير خلينا نقول الوضع الديموغرافي، في مناطق زاد فيها عدد السكان، وعم نحاول نلبي المتطلبات قدر الإمكان. في عنا خطط طموحة يعني، وباشرنا لتنفيذ هذه الخطط. يعني طبعا هاي الخطط تنقسم لقسمين، القسم الأول هو توسيع المقاسم الهاتفية والشبكات التابعة لها. نعم، وحقيقة يعني شركة الاتصالات لهجتنا هو ناجح متطور بهذا المجال. في هناك صعوبات يعني في تنفيذ هذه، يعني موضوع خطط التوسيع للشبكة، هل هناك يعني صعوبات تعانون منها؟
لا بس يعني لتابع بموضوع تفضل موضوع التوسيع للشبكات. نعم. يعني نحن اليوم ما عدنا نوسع مقاسم مثل السابق، يعني نستفيد من الوضع الراهن وعم نركب شيء اسمه وحدات نفاذ ضوئية، خصوصا يعني بأطراف المدن وال نفاذ ضوئية. يعني لو توضح هذا المصطلح يمكن انه المستمع او المشاهد يعني ما بيدرك معنى هالكلمة تماما. طبعا يعني وحدة نفاذ ضوئية هي عبارة عن خلينا نقول تجهيزة تنقل ميزات المقسم لها التجهيزة، يعني ترتبط ضوئيا وبالتالي نحصل على مع المقسم الأم وبالتالي نحصل على يعني جودة في الخدمة وموضوع جودة النقل بالنسبة للمكالمة الهاتفية وبالنسبة لنقل البيانات أيضا الإنترنت. يعني هون نكون نحن تغلبنا على شيء اسمه عامل المسافي. نعم. اللي كان سابقا محدود بأربع كيلومتر أو ستة كيلومتر من طول الشبكة الهاتفية التقليدية النحاسية. نعم. هون نحن نربط التجهيز مع المقسم ضوئيا، أيوة، ونقدر نخدم مشتركين بخدمة الهاتف والإنترنت. أستاذ حيد، في عنا يعني بحمام مقرر يتركب حدود يعني عدد وحدات 53 وحدة نفاذ ضوئية بسعر تقريبا حوالي 47,500 رقم. طبعا وما يتبعها من أعمال توسيع شبكات أو استبدالة أو إلى ما هنالك. طب أستاذ حيدر، يعني كما معلوم يعني خروج العديد من أيضا لدينا التقنية اللاسلكية عم نحاول نغطي فيها الأماكن الغير المخدمة، يعني اسمها تقنية الـ WCDMA، ومحافظة حماة هي بحدود 22,000 رقم من 18,000 رقم حاليا بالخدمة. طيب بسبب طبعا الأزمة والأوضاع الأمنية الراهنة يعني خرجت بعض المراكز من الخدمة الهاتفية، حبذا لو تحدثنا عن تلك المراكز. طبعا يعني الأضرار اللي طارت قطاع الاتصالات في محافظة حماة كبيرة، عدد مراكز اللي مثل ما ذكرنا بداية لقائنا، عدد مراكز اللي خرجت عن الخدمة هي 17 مركز وفي مناطق متعددة، بالإضافة إلى يعني 8 وحدات نفاذ ضوئية وأربع محطات لاسلكية تعمل بتقنية WCDMA أو التقنية المكروية، وفي تقنية كمان بنسميها نقطة لعدة نقاط، كمان في محطتين كمان. يعني عدد الأرقام اللي خرجت عن الخدمة في محافظة حماة بحدود 49,000 رقم. طبعا أضرار كبيرة جدا، يعني عدا ثمن التجهيزات اللي تقدر مركزيا من قبل الشركة السورية، الأضرار في محافظة حماة بحدود المليارين تقريبا. نعم. طيب أستاذ حيدر، لننتقل للحديث عن طبعا بالنسبة لبعض هذه المراكز والتي أصبحت آمنة سيعاد تأهيلها، يعني نعم من مثلا كان في عنا مركز طيب الإمام أعدنا تأهيله، كان في عنا مركز بسيرين كمان أعدنا جزء، في عنا كان مركز حلفاية، وحاليا في خطوات لإعادة تأهيل مركز خطاب ومركز العشر. عظيم. لننتقل أستاذ حيدر للحديث عن معاناة المواطنين من خلال جولة قام بها مراسلنا في محافظة حماة على بعض المراكز في الريف. أكد عدد من المواطنين أنه في فصل الشتاء تزداد الأعطال بسبب أن أغلب الكوابل الهوائية وبعض الوصلات مفتوحة. ما جوابكم حول هذه النقطة تحديدا؟ ودعني يعني أخص بالذكر منطقة مصياف ومحيطة. هلا يعني بالنسبة للمعاناة اللي عم يعانوها الأخوة المواطنين، حقيقة إن معهم كامل الحق بشكاويهم. طبعا هلا في شغلة، يعني يوم الهاتف أكيد أول شيء الأزمة، يعني مثل ما طارت البلد طارت الاتصالات، يعني أكيد نحن تأثرنا، يعني
هلأ بالنسبة للشبكات الهوائية، يعني نحن الشبكات الهوائية في يعني في ضوابط إلى لتكون إنه شبكة المنطقة هوائية أو تكون شبكة أرضية. يعني كمثال بسيط إنه أنا ما فيني أعمل شبكة أرضية في أي منطقة إلا تكون منطقة خلينا نقول منظمة، في مناسيب للأرصفة، يكون في يعني في يكون في أرصفة. فهي هي يعني الهاتف بده يكون عنده هالمعايير هاي لحتى يقدر يخدم بشبكات أرضية تكون مستقرة أكثر نوعا ما من الشبكات الهوائية. طبعا منطقة مصياف يعني تعرف أنه طبيعة المنطقة الجغرافية تأثر بالرياح بالأمطار، ونحن الحقيقة يعني لا نقل جهدا لتأمين مواد يعني، لكن الحقيقة في نقص بالكوابل، وعم نتعاون نحن مع الشركة مع إدارة الشركة لتأمين هذه المواد. كمان لا ما بدنا ننسى أنه صار في عندنا نقص بالآليات، صار في عندنا كمان يعني الأعمال المتخصصة، يعني كمان في عندنا نقص بالروافع، يعني كل هذا الشيء عم بيأثر شوي على أداء الفرع. لكن نحن يعني عم كمان عندنا خطط طموحة. ألو أيوة تفضل معك. أيوة عندنا خطط طموحة كمان يعني إن شاء الله لاستبدال هذه الشبكات الهوائية بأرضنا في منطقة مصياف وفي منطقة الغرب. ألو نعم أستاذ حيدر، يعني إن شاء الله يعني منباشر فيها العام القادم إن شاء الله. طيب بخصوص الوحدات الضوئية والمحطات الميكروية في فرع حماة، والتي يعاني المشتركين عبر هذه الوحدات من انقطاع الخدمة لديهم عند انقطاع الكهرباء من هذه المحطات، مثلا في عنا زين العابدين، معرين، عين الزرقاء، جورين، الصيادة، هل لدى فرع حماة معالجة لمشكلة انقطاع الخدمة لديهم، وكيف تمت المعالجة إن تمت يعني بالفعل؟ هي انت عم تحكي عن عم تحكي عن التقنيه اللاسلكيه، هاي بالنسبه للمواقع اللي ذكرتيها. هلا هاي يعني هي او التقنيه الميكرويه. هلا هون المشترك عنده ما يسمى بطرفيه وهوائي، وواصل خط الهاتف اللي يعتبر هاتف ثابت يعني هو الحقيقه، لكن يعني الناس بتسميه لاسلكي. هلا هذا الجهاز مزود ببطارية ممكن تشتغل لنصف ساعة يعني. طبعا نحن وقت يعني وقت اجت التقنية هاي وقت ركبناها كانت امور البلد جيدة وما كان في عنا مشكلة بالانطباع التيار الكهربائي. على اي مواطن ممكن يجي يراجع الشركة ونشرح له كيف ممكن يوصل على البطارية، تكون عنده بطارية وما بنقطع في الخط الهاتفي. نعم يعني ببساطة أنا عم بصف. نعم هذا نعم. هذا بالنسبة للتقنية اللاسلكية. يعني هاي بينزل المشترك، ممكن المشترك إنه يقدر يعالجها. نعم. هلا بالنسبة لوحدات النفاذ الضوئي، نحن يعني أكثر مرة قمنا باستبدال المدخرات، لكن نتيجة زيادة فترة انقطاع التيار الكهربائي عم تؤدي إنه يعني المدخرات ما تقوم بعمل الطبيعي. ونحن يعني تباحثنا مع إدارة الشركة بهذا الموضوع وصار مراسلات، ووعدونا أنه يستخدموا تقنية الطاقة الشمسية. نعم ملزم. نحن بانتظار هذا الحل من قبل الإدارة، كونه الموضوع يعني أكبر من طاقة الفرع يعني. نعم ممكن تطبيق موضوع الطاقة الشمسية يعني خلال مطلع العام القادم. والله هذا يعني أنا ما فيني أقدر جاوب عليه بدقة يعني كونه موضوع مركزي، يعني ممكن إدارة نعم يكون جواب أدق يعني. نعم إدارة فنية في الشركة السوية. نعم نعم. طيب أستاذ حيدر، الهاتف الثابت لا يزال حلما لدى أغلب القاطنين في ريف المحافظة، هل لدى سوريا الاتصالات جواب واضح ومحدد بهذه المشكلة؟ يعني ليش في دايما عقبة بموضوع الهاتف الثابت بالريف خلاف المدينة؟ لا هو يعني نجي لمحافظة حماة، إذا بدنا نحكي عن التغطية الهاتفية، التغطية جيدة في حماة يعني أنا بحكي عن يعني، لكن كان في عنا يعني شيء اسمه مشروع ريفي ثالث أظن سمعت فيه يعني. نعم أيوة. وكان يعني
مقرر انه يرفع نسبة التقديم لاكثر من يعني المشترك بيجي بيقدم بالريف بده هاتف ثابت، دايما بيكون في تأخير بالموضوع بخلاف الوضع بالمدينة يعني. ايوه يعني بالاماكن المقدمة قصدي، بالاماكن الحالية يعني عم بحكي بريف المحافظة، ريف محافظة حماة، دايما في تأخير بموضوع انه اقتناء الخط الثابت. ذكرت لك انه نحن في عنا خطط هلا يعني وضع وحدات نفاذ ضوئية بالخدمة. الو معك ايوه تفضل. وضعنا في وحدات نفاذ ضوئية بالخدمة، ممكن تزيد يعني الساعة الهاتفية وتأمن متطلبات الناس يعني ان شاء الله السنة. وحاليا عم نشتغل في مشاريع كثير يعني اليوم بمنطقة مصياف يعني كانت تعاني من التقنين، حاليا في مشروعين كبار مثلا برماما باللقبة بالقريات، تمديد وحدات تمديد شبكات إلى وتركيب وحدات نفاذ ضوئية في الحينونة، في عنا بمنطقة كفر عقيل، في عنا كان بالكافات قرب البلدرة، في عنا بسلمية أيضا كمان مقرر تركيب وحدات نفاذ ضوئية سنقوم يعني بتلبي أيضا في منطقة الغاب يعني راح تلبي متطلبات الناس. طيب هنا أستاذ حيدر يعني بخصوص توزيع بوابات الـ ADCSL في محافظة حماة، وردتنا العديد من الشكاوى التي تؤكد أن توزيع البوابات غير عادل نسبيا وأنه في المدينة أكثر منها في الريف، رغم أن أغلب مناطق الريف يعني آمنة مثال السلمية ومحيطة مصياف محردة الربيعة. كيف عفوا المناطق بالريف في وردتنا شكاوى بتأكد انه توزيع البوابات غير عادل. ايوه بخلاف موضوع المدينة يعني مثلا المناطق السلمية مصياف محردة ربيعة. ايوه يعني انه ما في يعني في شكاوى. نعم في شكاوى من المواطنين، كيف ترد يعني؟ يعني انا ممكن جاوبك بأمثلة بسيطة يعني بوابات الحقيقة يعني حاليا في محافظة حماة 65,000 بوابة أكيد يعني مو كلهم بالمدينة، لكن يعني ممكن أنا أذكر لك أمثلة يعني مثلا مخزن سلمية سعته بحدود 30,000 حاليا في 8,000 بوابة. نعم أيوة. مصياف مثلا سعة مخزنه بحدود 17,000 ايضا في بحدود الشيء يعني تقريبا شيء 6,000 بوابه. اس ال بي كمان يعني 11 يعني في شيء 2,000 بوابه. في مشاريع يعني قادمه لهذه الاماكن. طيب بالنسبه لموضوع الشكاوى يعني كمان اذا بنشوف انه مثلا نحن عم نقول 65,000 بوابه بالنسبه ل يعني 300 وقد ذكرنا عدد مشتركين 375,000 مشترك يعني نسبة ما بقول انه محقق الطلب، لكن يعني نتيجة بتوقع انه تنزيل خدمة الاسعار خدمة الـ هذا عمل زيادة بالطلب يعني لانه من قبل كانت الخدمة اغلى من اول ما ركبت. نعم وطبعا يعني زيادة حاجة الناس لهذه الخدمة ايضا زاد الطلب يعني بشكل مفاجئ. نعم أستاذ حيدر يعني شكاوى المواطنين كيف تقدم يعني كيف يستطيع المواطن إيصال شكوى بسرعة وبعيدا عن موضوع البيروقراطية، وما مدى الاستجابة لتلك الشكاوى؟ أي مواطن بيتعطل خطه فيها نحن عندنا شيء اسمه مركز اتصال، هذا بيتصل فيه على الرقم 100 ويسجل الشكوى، وهي الشكوى بتطرح على شيء اسمه مركز إزالة الآفات وبتتحول للمركز وفي متابعة لهذا الموضوع، ولازم المركز يسدد هذه الشكوى، وإذا ما سددها يعني بده يبين الأسباب لأنه نحن كمان هاي التقارير نطلع عليها وندقق المراكز. هاي بالنسبة للشكوى الآلية يعني أي مواطن. ايضا يعني احنا مكاتبنا مفتوحه يعني وممكن يراجعونا الناس كمان يعني ونعالج لهم مواضيع. هذا بالنسبه لتسجيل الشكاوى. بالنسبه لمعالجتها
نحن عندنا معايير لهذا الموضوع. يعني إذا كان العطل مثلا في علبة المشترك ممكن نصلح له خلال 24 ساعة، إذا كان العطل في الكابل الأرضي طبعا هذا بيتطلب أعمال إضافية، ممكن أعمال حفريات وإلى خلافه، يعني حد الأقصى حوالي يعني 96 ساعة. طيب أستاذ حيدر، يعني هل ممكن أن تستغرق فترة إصلاح خط هاتفي معطل بالسلك الهوائي بنفس المدة التي يحتاجها خط هاتفي معطل في كابل أرضي؟ لا أنا ذكرت لك، يعني قلت لك أنه نحن يعني في معايير بهذا الموضوع. يعني الكابل الهوائي، يعني قصدك المقصود الكابل بين العلبة والمشترك، هذا فورا يعني لازم خلال 24 ساعة يتصلح. نعم. أما الكابل الأرضي تفاوت النسبة بين يعني 72 ل 96، ف يعني ممكن يتصلح. أستاذ حيدر، يعني ما هي نسب الإصلاح تقريبا خلال العام، يعني بشكل تقريبي، يعني في مجال نعرف من أصل عدد الشكاوى على مستوى الفرع كم خط أصلح خلال 24 ساعة وكم خط مثلا خلال 48 ساعة؟ لا أنا يعني بقول لك بعطيكي نسبة، يعني أنه عدد الخطوط تختلف كم خط، يعني بس أنا فيني جاوبك أنه مثلا اللي ضمن يعني معاييرنا ضمن الشركة اللي بتصلح خلال 24 ساعة ممكن تصلح عنا بما نسبته 75%. نعم نعم. طيب أستاذ تفضل. أيوة، وفي 20% من الأعطال أصلح خلال 48 ساعة. نعم نعم. أستاذ حيدر، سؤالي الأخير لحضرتك. في 5% خلال يعني بين 72 ساعة و 96 ساعة. نعم نعم. سؤالي الأخير لحضرتك، سرعة الإنترنت يعني أحد المشاكل البارزة التي يعاني منها مشتركي السورية للاتصالات، خاصة في حماة، حيث يعني المشتركين يعني دايما بيقولوا بحماة الإنترنت تعيس جدا، الإنترنت يعني بحماة ما نو مثل باقي المحافظات. يعني في إجراءات يعني قمتم بها لتحسين جودة الخدمة في محافظة حماة؟ أول شيء يعني سرعة الإنترنت في عوامل كثيرة بتحددها، يعني طبعا هذا شوي في شوي هيك بظن، يعني إنه والله بحماة الإنترنت مو سريع، بظن في شوية هيك يعني في مبالغة يعني يعني نعم. يعني بجوز في فترة معينة صار هالموضوع هذا، لكن هلا الامور كثير ممتازه. طبعا سرعه خط الانترنت يعني بتتحدد عوامل كثيره، يعني اول شيء السرعه اللي بيطالبها المشترك، يعني اكيد اللي مشترك بسرعه 512 ما راح يكون سرعه 2 ميجا مثلا، هاي وحده. اثنين، جوده الخط الهاتفي يعني ما يكون عليه سعه، او يعني بالمصطلح الدارج ارضي، جودة التجهيزات مركبة كمان لدى المشتركين، يعني برمجتها، وهذا يعني عم نعالجه يعني بالتواصل مع المشتركين. اثنين، يعني عدد الدارات اللي مخصصة للنفاذ للمخدم وأيضا البوابة الدولية، يعني هذا كمان شو اسمه، هذا كمان بيأثر على ايضا احيانا الموقع اللي بيكون المشترك بيتصفحه، يعني مثلا كمان ممكن يعطي بطء اذا كان في عدد كبير، يعني مثلا على سبيل المثال وقت نتائج مثلا الشهادة الثانوية. نعم. تطلع مثلا موقع وزارة التعليم في ضغط اكبر، هذا كمان بيأثر انه تستعيدي المعلومات من تأخذي النتائج. مظبوط اكيد، ما في شك طبعا، ما في شك اكيد. أيوة. بس بالاحوال الطبيعيه يعني فينا نطمن انه المشتركين انه الموضوع يعني دائما قيد يعني متابعه، وان شاء الله يعني السرعه بدها تكون افضل، ما هيك؟ لا اكيد، نحن دائما في عندنا تحديث لتجهيزاتنا وفي تطوير لها وفي تطوير لجودتها، وان شاء الله يعني بنكون الناس راضي عن خدمة الإنترنت في محافظة حماة. نتمنى ذلك. الأستاذ حيدر الكيلاني، مدير فرع اتصالات حماة، شكرا جزيلا، كنت ضيفا يعني كريما، وشكرا طبعا لك كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها بخصوص محافظة حماة. شكرا. أنا بدي أتشكر شبكة توب نيوز اللي حقيقة أتاحت لنا الفرصة لنطلع الأخوة المواطنين على واقع الاتصالات في محافظة. كلمة لحضرتك يعني للمشتركين في محافظة حماة. يعني
إن شاء الله نحن كنا دائما عند ثقتهم يعني، ونتمنى نضل عند ثقتهم، ونوعدهم دائما أنه إن شاء الله راح نحسن يعني، دائما راح نكون في الموعد في تحسين جودة وخدمة الاتصالات والإنترنت في المحافظة. نعم ذلك. الأستاذ حيدر الكيلاني مدير فرع اتصالات حماة، شكرا جزيلا لك. شكرا. والشكر موصول لكم متابعي شبكة توب نيوز وبرنامج لحظة على الخط. إلى اللقاء.